السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية ونستعرض مقالات الرأي والتحليل ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، والبداية من صحيفة الأيام. قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين لم تنفذ. صحيفة الثورة، رئيس الجمهورية يشدد على تضافر الجهود لترسيخ الأمن والسلام في كل ربوع اليمن. مقتل المئات من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بينهم العشرات من الأجانب. مضخات المياه تستهلك 3% من كميات الديزل المدعوم سنويا. صحيفة الجمهورية، قانون بالموافقة على بروتوكول انضمام اليمن إلى التجارة العالمية. وزير الدفاع، القوات المسلحة والأمن وجدت لحماية الوطن. صحيفة أخبار اليوم، العطاس يفجر خلافا حادا داخل حراك الحوار وقد يطيح بعرب والشدادي. برمان الحوثي يواجه قضية حرابة عقوبتها الإعدام وسيحاكم غيابيا. صحيفة المصدر، النيابة توجه بالتحقيق مع الحوثي وهبرة والحاكم وآخرين بتهمة تفجير منزل بهمدان. لجنة العقوبات الدورية بشأن اليمن تعقد أول اجتماع لها اليوم. الداخلية، القاعدة تسعى إلى تجميع عناصرها الفارة في محافظة إبوة البيضاء ولحج ومأرب وأمنة العاصمة والاستخدامها في عمليات إرهابية. مقتل 3 مدنيين أحدهم سعودي الجنسية وجرح رابع بإطلاق الجيش النار على سيارة في العاصمة صنعاء. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي. الصحوانت، الإصلاح يدين الهجوم على مقر شرطة المكلا ويدعو الشعب للالتفاف حول الجيش والأمن. إعلامية الإصلاح بعدن ترحب بعودة إصدار صحيفة الأيام. القوى السياسية بحضرموت تستنكر وتدين الهجوم على مقر الشرطة العسكرية بالمكلا. الجمحي، النظام السابق كان يستخدم القاعدة للابتزاز والجيش حقق انتصارا كبيرا على التنظيم في شبوة وأبين. الشيخ الشبواني ينفي وصول أي وساطة أو تحكيم ويهدد بضرب منشآت حكومية بعد انتهاء المهلة. عدن أونلاين، العثور على نجل مستشار الرئيس العجي مذبوحا جوار سيارته في عدن. الإصلاح يدير الهجوم الغادر على مقر الشرطة العسكرية بالمكلا ويدعو لالتفاف شعبي حول الجيش والأمن. التاير نت، القاعدة تستجمع قواها في 5 محافظات يمنية والداخلية تتخذ الإجراءات الأمنية لإفشالها. وفي الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بشأن اليمني. القدس العربي، اليمن، السماء تمطر موتا وطائرات الدرون تترك آثار نفسية عميقة على الناس. المدينة السعودية، اليمن، مقتل 11 جنديا في هجوم انتحاري استهدف الشرطة العسكرية. عكاظ السعودية، الرئيس هادي يلتقي اللجنة الرئاسية المعنية بقضية صعدة وسلاح الحوثي ويناقش معها أبرز النتائج التي حققتها. البيان الإماراتية، إرهاب القاعدة يضرب في صنعاء والمكلا. الخليج الإماراتية، صنعاء تكشف مخططا يستهدف منشآت عسكرية وأمنية. الشرق الأوسط، النيابة تأمر بالتحقيق مع زعيم الحوثي وتحذير للمواطنين من شراء أسلحة القاعدة. السياسة الكويتية، تشديد الرقابة على السواحل لمنع انتقال متشددين صوماليين لمؤازرة القاعدة. نشوان نيوز نشر مقالا تحليليا للمحلل السياسي أحمد عبد ناشر تحت عنوان الخطط الاستراتيجية لحروب اليمن، أشار إلى الأجندة الدولية التي تستهدف تقسيم اليمن طبقا لمصالحها.
الملاحظ لتصريحات المسؤولين اليمنيين وعلى رأسهم رئيس الدولة يتبين مدى خطورة الخطط والمؤامرات من الداخل والخارج لتحقيق أجندة معادية ضد الأمة العربية وليس اليمن فقط. ولهذا نجد أن هناك تفهما على تقسيم المصالح بين الدول الكبرى وإيران في المنطقة، فأصبح الأمر مكشوفا إن وضع اليمن وإثارة الفتن فيه له أبعاد كبيرة، وهو ما يدركه للأسف اليمنيون الذين انساقوا وراء المخططات والفخ المرسوم لهم تحت مسمى أحلام. ولذا فإن السعي لإقامة دولة طائفية بصعدة وفق المصالح الإيرانية والتي تتقاطع مع مصالح الغرب لإشعال المنطقة بصراعات تبعد هذه المنطقة عن دورها في المشروع الحضاري تعيق جهود المخلصين، وكذلك تأمين تفوق إسرائيل بأقل التكاليف. ولذا فوجود كانتونات ودويلات ذات أهداف طائفية وعنصرية يخدم ما يريده خصوم الأمة. أما فيما يتعلق بالجنوب فإن إيران مهتمة جدا بانفصال الجنوب وتعتبره قضية استراتيجيا، من حيث كون انفصال الجنوب سيؤمن لإيران تواجدا في البحر الأحمر من جهة ميدي قرب صعدة ومن ميناء عدن، وكذلك بحر العرب من خلال سواحل حضرموت والمهرة. وهذا سيحقق الهدف الغربي بتدويل الممرات في البحر الأحمر وبحر العرب. وكذلك فإن أنصار الشريعة والصراعات سيشجع على وجود أرض لوجود الجماعات الموالية لإيران في صعدة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا في الاستوديو الصحفي مارب الورد. أهلا ومرحبا بك أستاذ مارب. مرحبا فيك أستاذ مرب. لو بدأنا من بيان اللقاء المشترك، كيف تقرأ البيان الذي صدر من اللقاء المشترك؟ هناك عدة نقاط يمكن الحديث عنها من خلال البيان الذي يصدره المشترك. أولا، موقف المشترك الداعم للجيش والأمن في محاربة تنظيم القاعدة، وهذا موقف وطني مسؤول في هذا اللحظة الرهنة. الأمر الآخر، دعوة المشترك لعقد مؤتمر وطني للبحث المسائل الاقتصادية والأمنية والرقابة على مخرجات الحوار. وهنا يمكن أن نتساءل، ألم يكن الأجدى أن يطالب المشترك بتنفيذ مخرجات الحوار الذي شارك اليمنيون فيها والمشترك على وجه الخصوص لمدة 9 شهور؟ نعم. ما الذي دعا إلى يعني الدعوة لهذا الحوار ولم يمر تقريبا سوى 3 أو 4 أشهر منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني؟ هذا ما نريد أن نستضحه من المشترك ككتلة سياسية لها تأثيرها في التغيير. يعني ما سكف هذا الحوار المنتظر والذي دعا له؟ ما من أطرافه؟ لماذا الحوار بالضبط؟ يعني هل هذا دليل على فشل تنفيذ مخرجات الحوار أم ماذا؟ هذا تساؤلات أيضا بحاجة إلى توضيح. يعني لا يكفي أن يدعو المشترك للدعوة لعقد مؤتمر وطني وهناك مخرجات كان الأولى أن يدعو لتنفيذها، فما بالك وهو أيضا شريك في الحكومة؟ افترض أن يدعو رئيس الجمهورية بصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا الحكومة إحدى أدوات تنفيذ مخرجات الحوار. لتنفيذ المخرجات يعني مضى على الحوار أكثر من 3 شهور ونصف، وإلى الآن لم يتم تنفيذ سوى تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الذي هي مجرد كيان الآن لم تمارس أي صلاحياتها. يعني ولجنة صياغة الدستور فقط. يعني الآن المشترك يمارس المعارضة وهو في السلطة، ماذا يمكن القول؟ فعلا هذا يبدو أنه أن المشترك لم يستوعب فعلا أنه شريك في السلطة وتحديدا الحكومة. يعني المشترك موجود، الاختراق الوحيد الذي استطاع أن يحققه في السلطة أو في النظام السابق هو وجوده في النصف في 50% في الحكومة فقط. نعم. هو دعا في البيان إلى استكمال نقل السلطة والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار. هل وجد اللقاء المشترك أن هناك التفاف على الانتقال السلمي للسلطة ويعني وعلى تنفيذ يعني نقاط الحوار الوطني؟ هل هناك التفاف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حتى يدعو إلى الرقابة على تنفيذها وعلى استكمال انتقال السلطة؟ في إشارة ضمنية يعني يمكن التقاطها في هذا الدعوة. والمشترك سبق أن دعا، ليست المرة الأولى التي يدعو فيها أيضا لاستكمال عملية نقل السلطة، ونحن نؤيده في ذلك لأنه لم يتم استكمال عملية السلطة نهائيا.
بدل أنه الرئيس السابق علي عبد الله صالح لا زال هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي لا زال الرئاسة تنتمي إليه، نصف الحكومة ينتمي إليه، مسيطر على مجلس الشورى، المجالس المحلية، الوكلاء المحافظات، المحافظين. وبالتالي هذا الدعوة هي مشروعة وكان يفترض أن المشترك يفعلها. وإشكالية المرحلة الحالية أن المشترك فهم التوافق خطأ. التوافق لا يعني أن يؤيد مثلا الرئيس بالمطلق أو إلى ما لا نهاية. فإذا ما أحسن الرئيس في اتخاذ قرارات من شأنها تسريع عملية التغيير فإنه يمكن أن يدعمه. أما أن يتباطأ الرئيس أو الحكومة ثم يمارس المشترك دور المعارضة الذي كان يمارسه بالسابق، فهذا يخذل الأنصار قبل أن يخذل الشارع اليمني الذي يعول عليه في نجاح التغيير. جميل، لكن لماذا أيضا نغفل يعني جانب المؤتمر الشعبي العام الذي تحدثت عن أن هناك أو البعض يحاول إغفال جانب المؤتمر الشعبي العام الذي هو ممسك بزمام السلطة من قبل والآن ممسك ب50% من السلطة، لماذا محاولة إغفال هذا الدور وإلقاء الملامة فقط على اللقاء المشترك؟ هذا يندرج ضمن محاولة النظام السابق يعني لإلقاء الفشل وإخفاقات التركة الثقيلة الذي ورثناها منذ 33 عاما على اللقاء المشترك الذي كان أهم مكون في نجاح الثورة الذي أسقطت هذا النظام. ودور المؤتمر الشعبي العام واضح، آخر تصريح لعلي عبد الله صالح أكد بصراحة أنه أن المؤتمر متحالف مع الحوثي، وهذا يعني أنه فيه تعزيز خلق اصطفاف ثورة مضادة لجهاز عملية التغيير. وهناك علاقة معروفة مع الرئيس السابق مع القاعدة، وبالتالي هذا كلها محاولة التفاف أيضا على مخرجات الحوار. نعم، القاعدة الآن تسعى إلى تجميع عناصرها في محافظات البيضاء وإب ولحج ومارب وأيضا أمانة العاصمة لاستخدامها في عمليات إرهابية يعني كرد فعل لما يحدث من حملة عسكرية ضدهم. هل يمكن القول أن الدعوة للحوار يمكن أن يضم أيضا الحوثيين؟ عفوا القاعدة؟ القاعدة أو يعني أولا إذا عدنا قليلا إلى ما رشح من معلومات أن القاعدة تعتزم أو بالفعل نقلت عناصرها لهذه المحافظات فهذا متوقع، لأن القاعدة تلقت ضربات موجعة في أبين وشبا، وهي الآن أتوقع أن السيناريو المرحلة القادمة في المواجهة بين القاعدة والجيش ستكون أمنية معلوماتية استخباراتية أكثر مما حرب مواجهات على الأرض، معنى أن القاعدة لا تستطيع أن تواجه الجيش فستنتقل إلى العمليات الثأرية والانتقامية في أكثر من مكان، يعني بمعنى تضرب في صنعاء حتى تشتت قوات الجيش والأمن هناك ثم تنتقل فجأة إلى المكلا، وهكذا تعتمد على يعني إذا صح التعبير العمليات الخاطفة. أيوة العمليات الخاطفة وتشتيت تركيز الدولة. يمكن دعوة القاعدة، لكن قبل هذا القاعدة شأنها شأن الحوثي، وهذا الخطأ الكبير أنه سمح للحوثي بدخول الحوار قبل أن يسلم أسلحته بينما تم رفض القاعدة، مع أنه المبرر الوحيد أن القاعدة لديها مشروع كوني وأغلب عناصرها ليسوا يمنيين، وهذا ليس صحيح. صحيح هناك أجانب، لكن القاعدة تشترك مع الحوثي في أن منهجهم هو العنف وكليهما يرفعان السلاح، وبالتالي ما ينطبق على الحوثي كان يفترض أن ينطبق على القاعدة. وهنا لابد أن نؤكد على يعني موضوع محاربة القاعدة، لابد أن يتجاوز المسألة العسكرية والأمنية، يعني الحلول الأمنية لا يمكن أن تؤتي ثمارها. الحرب الأخيرة قد تتوقف، يعني قد فعلا بالفعل تم طرد عناصر القاعدة من هذه المناطق، لكنها ستعود إليها في أي وقت. لابد أن تكون هناك معالجات أوسع شاملة، يعني مقاربات اقتصادية ثقافية فكرية، يكون هناك نقاش فكري لماذا ينضم هؤلاء الشباب إلى تنظيم القاعدة؟ هذا أسئلة مهمة. نعم، هناك من يقول أن الدولة تحارب القاعدة في أبين وشبوة وتصنعه في صنعاء من خلال الأزمات التي تحدث للمواطنين سواء في الديزل أو في غيره. أستاذ، يعني النيابة العامة توجه بالتحقيق مع الحوثي وهبرة والحاكم وآخرين بتهمة تفجير منزل في همدان. ما أهمية هذا يعني توجيه التهم والدعوة للنيابة العامة؟ هذا يجعلنا نقول للحوثي أيضا أن المعركة ستكون قانونية معه، لأن هناك جرائم يرتكبها على الدوام، وحتى لو لم يستطع القضاء اليمني حاليا أن ينفذ هذه قراراته أو توجيهاته
ولم يستطع أن يحضر الحوثيون لمحاكمتهم، فإنه سيأتي الوقت نعم. الذي سيمثل فيها سواء عبد الملك الحوثي أو قيادته أمام القضاء. هو قد توقع بعض المحامين أنه سيتم محاكمته غيابيا، فما قيمة هذه المحاكمة غيابيا يعني؟ أو بحد ذاته صدور التوجيهات من القضاء أو بحال التحقيق وضبط المتهمين تفجير منزل الشيخ البحيط، هذا يعني أي محاولة للحصول على مكاسب سياسية. هؤلاء الأشخاص مثل عبد الملك الحوثي وكل قيادة الجماعة عليهم متهمين بجرائم، وهذا يخل بسيرهم الذاتية، فهذا الأشخاص على الأقل سياسيا شأنهم شأن المعزولين، يعني لا يحق لهم أن يمارسوا سلطة عامة وهم متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان. فأعتقد أنه الآن الكرة في مرمى الداخلية والأجهزة الأمنية للتعامل الاحترام على الأقل، احترام سيادة القانون، احترام القضاء. القضاء أصدر أوامر بإحضار هؤلاء المتهمين وعليهم أن يمثلوا، فإذا جزم أي مواطن يعني صحيح، هو فإذا كانوا ليسوا متهمين أو لم يقوموا بتفجير المنزل فليثبتوا ذلك في القضاء، وعليهم مع أنهم تفاخروا علنا ونشروا صور وفيديوهات تؤكد أنهم نعم. قاموا بهذا الجريمة اللي هي مشهودة تعتبر. الصحفي مارب الورد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم ولكن في الصحافة الجديدة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من المحلل السياسي علي الجرادي. وعلى صفحته بالفيسبوك كتب عن الخيارات البديلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. الفساد يتمتع بحصانة 400,000 اسم وهمي في القطاعين العسكري والمدني والضرائب والجمارك، أوعيتها مخروبة، وشركة النفط تعبث دون حساب، ونهب المال العام يسير بوتيرة عالية. من المفارقات أن لجنة في وزارة النفط تقاضت 150,000 دولار مكافأة على إعدادها لخطتها السنوية، قرارات يومية لمعالجة أوضاع الأشخاص على حساب البلد، وأقل محافظة لديها كتيبة من الوكلاء والمستشارين. والرئاسة والحكومة تتجاهل كل ذلك وتمضي نحو إقرار جرعة جديدة، رغم أن جزءا من الدعم يذهب لنافذين، إلا أن تجاهل منابع الفساد والنهب بل وتعميقها واللجوء لمعاقبة المواطن في كل المراحل سيكون خطأ فادحا، وقد جرب هذا الخيار أكثر من مرة دون الالتفات لإجراء أي إصلاحات. هناك مليارات يتم رصدها لمواجهة الأوضاع العامة وتتحول لحسابات شخصية، الرئاسة والحكومة معا لا تجرؤ على الاقتراب من بؤر الفساد. المحلل السياسي ياسين التميمي على صفحته بالفيسبوك كتب عن خفايا امتعاض المؤتمر من بيان المشترك الأخير. يبدو أن الدعوة المشترك قد أصابت مؤتمر صالح في مقتل، لقد سحبت البساط من تحت أقدامه، أفقدته توازنه، ذكرته وذكرت الناس أن المؤتمر الشعبي العام هو الذي لا يزال يمسك بمقدرات الدولة ويهيمن على مؤسساتها ومرافقها وجيشها وأمنها، أفقدته وسيلته الذهبية للتشويش عبر وسائله الإعلامية والادعاء بأن وراء كل الفساد والفوضى التي تعاني منها البلاد حكومة المشترك، التي هي في الأصل حكومة الوفاق الوطني التي يستأثر المؤتمر الشعبي العام ب17 وزارة منها، وهي نتاج توافق وطني مبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. يخاف المؤتمر من أن يأتي قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية نتاج توافق وطني عام، فلا يستطيع حينها الادعاء بأن رفع الدعم جاء بقرار من الإخوان المسلمين. يريد هذا المراوغ أن يستمر في خداع الشعب، لم يعد بوسعك أن تفعل ذلك. الدولة والتحكيم القبلي كان موضوع الصحفي فتحي أبو النصر على صفحته بالفيسبوك.
أفظع ما تمارسه الدولة بحق المواطنة والنظام وهيبة الدولة هو ممارستها للتحكيم القبلي، أن تتحول الدولة إلى طرف محكم، يعني أن تتحول إلى غريم لكل تطلعات الدولة. على الدولة أن تعزز ثقتها بأنها دولة تمارس العدالة، تمنح الحقوق، تضرب بشكل لا تهاون فيه من يضربون المصالح العامة، تقر بالأخطاء إذا حدثت، وتحترم القضاء والتعويض القانوني. ثم إن التحكيم يتحول إلى أداة مخصبة للابتزاز ولتنمية الامتيازات اللامشروعة، بينما يذهب ريعه للوسطاء كما يكرس مراكز القوى التقليدية. وتكمن خطورة المسار في أنه يعيق تحقق الدولة، بحيث تستمر تلك الآلية المهينة فقط والمتمثلة في اجترار الإرث الذي دمر الدولة عقودا لصالح الوعي القبلي المشين الذي لطالما تجاوز حدوده كما نعرف، حتى أن هناك من يعادون قيمة الدولة بعجرفة قل نظيرها للأسف، والوقائع كثيرة. ازدواجية التعامل مع التصريحات وتحريفها بحسب التوجه كان موضوع الدكتور عبد الوهاب الديلمي على صفحته بالفيسبوك. ما أقبح البغي وعدم الإنصاف عندما انتقدت الخطأ في التوقيت للدخول في الحرب مع القاعدة، ولم يكن في كلامي أي عبارة تدل على الإنكار على الحرب من حيث المبدأ. وجد الحاقدون والمغرضون فرصة لتحريف مسار الكلام وأخرجوه عن هدفه وحرفوا المراد منه، ولما كان غرضهم واضحا في سوء القصد وعدم الإنصاف فإنهم لم يشيروا أي إشارة إلى الرسالة الثانية التي فندت فيها مزاعمهم وأبطلت فيها دعاواهم الكاذبة، وهذا واضح في سوء النوايا وتعمد التشويه. ولله در القائل: إن يسمعوا سبة طاروا بها شغفا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا. وهذا دليل على تعمد البغي والفجور. الصحفي محمد الصالحي عبر تغريدة في تويتر كتب عن الثورة اليمنية ووضعها بين الربيع العربي: برغم ما حدث وبرغم حجم المؤامرة على الثورة اليمنية والربيع العربي بشكل عام، وضع الثورة في اليمن أفضل بكثير مما حدث للثورة في مصر. مشاهدينا الكرام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحافة اليوم. يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل.net. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، في أمان الله.